السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى كلكم تكونوا بخير ويكون الكام فيديو اللي نزل في السلسلة دي لاقى استحسانكم ويكون ضاف لمعلوماتكم. في فيديو النهاردة إن شاء الله إحنا هنكمل على الكلام اللي إحنا كنا بدأناه. إحنا الأول عرفنا هو إحنا بناء على إيه بنختار موديل السويتش أو موديل خلينا نقول السويتش فقط، إحنا اتكلمنا بس في مسألة السويتشات دلوقتي. بالنسبة للراوترز الموضوع مش معضلة كبيرة، ولكن أكيد طبعا إحنا هنتكلم على موديل الراوترز وبختاره بناء على إيه والكلام دوت. إحنا عرفنا إن أنا بختار موديل السويتش إزاي، إيه اللي بيحصل أو أنا أما بستقبل السويتش أو لما بستلم السويتش بيبقى شكل الباكج اللي جاي فيها السويتش عاملة إزاي، الباور سبلاي بيركب إزاي في السويتش ده في حالة لو كان الباور سبلاي ده خارجي، موديول الفايبر أو موديول الاس اف بي بيركب إزاي برضو في السويتش. وبعد كده اتكلمنا ازاي بقى ان انا اقدر اوصل كونسول اكسس، او بمعنى اصح اقدر ان انا ادخل على السويتش كاداره لاول مره. اتكلمنا برضو على بعض البيست براكتسز او الممارسات السليمه او الكويسه لما بنتكلم على الكونفيجريشن. كنا اتعرضنا مع بعض او عرضنا مع بعض زي اكسل شيت حضرناه وكتبنا فيه هو احنا ايه التاسك او ايه المهام اللي احنا محتاجين ان احنا نطبقها على الجهاز بتاعنا. فلو احنا مثلا فاكرين مع بعض زي ما انتم شايفين كنا بنقول ان انا مثلا الطبيعي ان انا عايز اعمل حاجه زي ضبط الساعه، اعمل حاجه زي ان انا اغير الهوست نيم، اعمل مانجمنت اي بي ادرس، اكريت يوزر نيم، اكريت سيكريت، اكريت انيبل باسورد، انيبل التلنت، انيبل اللوجن على الكونسول، وسيف الكونفيجريشن. حضرتك لو شغال بشكل ارتجالي 100% ومش بتعتمد على شكل من اشكال الدوكيومنتيشنز او الوك ثرو اللي انت بتمشي عليها عشان تنفذ الشغل بتاعك، صدقني هيجي عليك وقت وهتغلط. فافضل حاجه افضل حاجه وافضل نصيحه اقدر اقولها لك ان انت لازم تبقى عامل دوكيومنتيشن لكل حاجه انت بتشتغل بيها. انت ما تشتغلش من دماغك، يعني انت انا واثق طبعا في ذاكرتك كويسه وواثق ان انت عارف الخطوات ايه، جميل جدا انت عارف الخطوات، ولكن لازم يكون عندك شكل من اشكال التوثيق، هي ايه الخطوات، ايه الستاندرد، عشان على الاقل لما هيجي تحتيك بقى ان شاء الله جونيور ولا حد لسه بيتعلم في الشركه بتاعتك، انت هتديله المسار اللي هيمشي عليه. انت هتقول له ان احنا عندنا حاجه اسمها ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز، احنا لما بيجي لنا سويتش جديد بنعمل عليه واحد اتنين تلاتة، مش بنحيد ومش بنجرب حاجة جديدة. فهو الفكرة ان انت دورك انك لو المكان بتاعك مفهوش هذا الليفل من النضج من حيث الكونفيجريشن، انت خد الخطوة، خد الانيشيتيف، خد شعلة التطوير وابدأ اعمل حاجة زي كده عندك. الدوكيومنتيشن مش بتوصل عندنا لحد كده وفقط، ان انا بس مش هكتب ايه هي الكونفيجريشن. ميزة انك بتكتب الكونفيجريشن انك بعد كده لما هيجي لك جهاز اخر حضرتك هتاخد الكونفيجريشنز دي، وكل بس اللي هتعمله هتعمل كوبي بيست زي ما شفنا مع بعض في الفيديو اللي فات. وانا مش عايز اعيد الكلام اللي اتقال في الفيديو اللي فات كتير لان احنا اوريدي اتكلمنا فيه. انا عارف ان انا ممكن يكون في عيب من العيوب عندي ان انا بعيد الكلام، لكن والله انا بركز على النقط المهمه اللي يهمني ان لو حد كسل وما شافش الفيديو اللي قبل كده يشوفها يعني في الفيديو دوت. عموما احنا النهارده بقى موضوعنا في فيديو النهارده ان احنا الحمد لله خلاص السويتش ده بقى اكسسبل اوفر الاس اس اتش، وخلاص ما بقتش محتاج ان انا اوصل بيه كابل الكونسول، فانا اوريدي هلغي كابل الكونسول، عفوا لغيت خلاص كابل الكونسول من عندي وخلاص مش محتاج كابل الكونسول ده عشان اعمل عليه مانجمنت تاني، واللابتوب بتاعي كان واصل عليه. ولو حبينا بس نفتكر مع بعض انا خلاص هنا بقيت ممكن ادخل على اللابتوب في اي وقت واعمل بينج على 10 ثلاث وحايد، اعمل تلنت على 10 ثلاث وحايد، وادخل اليوزر نيم اللي كان اسمه اعتقد احمد والباسورد 1 2 3 فخلاص، والانيبل كان 1 2 3 برضه. فخلاص كده السويتش بتاعي بقى نظريا جاهز ان هو يدخل في الشبكه. طب يعني ايه السويتش يدخل في الشبكه؟ يعني انا خلاص هحط السويتش دوت في حاجه اسمها الراك اللي هو الدولاب، يعني خلينا نتكلم عليه الانكلوجر اللي هيتحط فيه السويتش دوت، واللي غالبا مثلا بيكون مواصفات الانكلوجر ده ان هم مثلا بيسموه انكلوجر 9 يو على سبيل المثال. خليني اقول لكم انا قصدي على ايه في حاله لو المعلومه دي مش موجوده عندكم. احنا دلوقتي هو السويتش دوت لما هعمل له كونفيجريشن هيتعلق فين؟ هيركب فين؟ هيركب في حاجه اسمها نتورك راك، والنتورك راك ده بقى مقاسات. هو عموما ده شكل النتورك راك اللي انتم شايفينه قدامكم دوت، ده اسمه نتورك راك. النتورك راك دوت خليني اجيب لكم كده صوره واضحه،
هو ده شكل النتورك راك. والنتورك راك اللي احنا شايفينه قدامنا دوت ده المقاس بتاعه او اسمه كستاندرد اسمه راك 42 يو. راك 42 يو. في كورس السي سي ان ايه في الجزء بتاع الفيزيكال لاير انا شارح الكلام ده بالتفصيل، فانا استاذنكم مش هعيده تاني، ولكن احنا عندنا مقاسات ده اسمه ال 9 يو. بيكون عندي لو انا المكتب بتاعي صغير او انا حاطط سويتش في دور مثلا من ادوار المبنى، وممكن اجيب زي راك 6 او 9 او 12 يو في الحجم اللي انتم شايفينه، وبحط السويتش جوه زي ما احنا شايفين مع بعض. طب السويتش ده بيتعلق ازاي؟ السويتش ده بيتعلق بحاجه بتيجي معاه في الكرتونه اسمها البراكتس، وده شكل البراكتس بتاعت السويتش. يعني في الكرتونه اللي هيجي لك فيها السويتش غالبا هيجي لك قطعتين شبه دول بالظبط، ودول بنسميهم البراكت اللي احنا بنربطه في جانب السويتش، وبيتعلق في الراك، وبيكون ليه اماكن في العمدان بتاعت الراك اللي احنا شفناها من شويه في العمود اللي من هنا والعمود اللي من هنا من جوه الراك. بيكون عندي اماكن كده بحط جواها مسمار اسمه الكيج نوت. الكيج نوت ده دوت بيبقى شكله عامل كده، كيج نوت. الكيج نوت بيبقى شكله عامل زي كده، والناس التكنيشن طبعا هيبقوا عارفين الحاجات دي بتركب ازاي، ولكن هو تركيبه سهل جدا. يعني انت حتى هتلاقي كتير جدا من فيديوز اليوتيوب بتشرح لك هو انت ممكن ازاي تعمل انستوليشن او تركب الكيج نوت. المهم يعني خلاص السويتش اتعلق. السويتش اتعلق بقى وجا منه الكيبلز راحت على المكاتب او على النقط اللي اليوزرز هيبقوا قاعدين فيها. فانا نظريا المفروض ان انا عشان اعمل شبكه هيبقى عندي بقى ادي الجهاز الاول، ادي الجهاز الثاني، ادي الجهاز الثالث، الرابع، واخيرا وليس اخرا كل جهاز من دول هيوصل بكابل. طبعا هنشرح هنا الشغل اللوجيكال يعني هيبقى عامل ازاي، يعني الرسمه التخيليه هتبقى عامله ازاي، ولكن الرسمه الفيزيكال بقى الحقيقيه هتبقى عباره عن ايه. زي ما احنا قلنا مع بعض هيبقى في عندي راك، الراك دوت هيكون موجود في مكان ما، الراك ده واصل عليه حاجه اسمها باتش بانل. الباتش بانل دي هي اللي حاصل عليها ترمينيشنز للكيبلز اللي ماشيه جوه المواسير اللي ماشيه سواء فوق السقف او تحت الارض او في الحيطه في الجدار اللي موجود في المبنى، عشان توصل لكل مكتب موجود فيه جهاز كمبيوتر في الدور او الشركه او المكتب اللي انا شغال فيه. واخيرا جنب كل مكتب المفروض ان انا اشوف حاجه اسمها فيس بليت، نتورك فيس بليت. والنتورك فيس بليت دي بيكون فيها زي ما انتم شايفين شكل البورت بتاع الار جي 44. فالحمد لله خلاص اليوزر اخيرا بيوصل له، بيلاقي جنبه ان في نقطه موجوده على الحيطه، بياخد الكابل وبيحطه في النقطه ويوصل النقطه دي فين؟ في الجهاز بتاعه. وكده خلاص الأجهزة دي كلها بقت متصلة في الشبكة. طيب ده كلام جميل جدا كده، أنا حرفيا عملت شبكة جديدة. ولو طبعا زي ما احنا عارفين مع بعض ان السويتش دوت بيكون سنجل برودكاست دومين، كل البورتس دي في نفس البرودكاست دومين. فده معناه ان انا دلوقتي مثلا زي ما احنا كنا قايلين مع بعض الجهاز دوت الاي بي ادرس بتاعه 10.1.1. يعني خلوني كده افتكر، معلش انا معذرة ممكن أكون ناسي المعلومة بالكامل. الأي بي أدرس بتاعه 10.1.1.100. فأنا دلوقتي هنا الجهاز ده 10.1.1.100، والسبنت ماسك بتاعي 255.255.255.0. فأنا عشان أخلي الأجهزة دي تعرف تتكلم مع اللابتوب دوت، فأنا محتاج إن أنا أحط على كل جهاز من دول أي بي أدرس في نفس الرينج، في نفس البرودكاست دومين. يعني إيه في نفس الرينج؟ يعني لازم يكون لما الجهاز ده يبعت رسالة للبرودكاست ادرس بتاعه، الاجهزه دي كلها تعرف ان في برودكاست ريكويست جاي في الرينج اللي هم موجودين فيه، فبالتالي يردوا عليه. طيب محتاجين نوضح الكلام ده؟ اه طبعا محتاجين نوضح الكلام ده. احنا دلوقتي زي ما احنا عارفين في حاجه عندي اسمها الادرس، ده اسمه اي بي ادرس، وفي حاجه عندي اسمها السبنت ماسك. السبنت ماسك ده ايه وظيفته في الحياه؟ السبنت ماسك ده هو اللي بيحدد لجهاز الكمبيوتر دوت لما يحب يكلم اي ديستنيشن من دول، هل الديستنيشن دي موجوده معايا في نفس الشبكه ولا لا؟ طب ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق عمليه الجهاز بتاعي بيعملها جوه نفسه اسمها عمليه الاندنج. عمليه الاندنج دي بتبقى عباره عن ايه؟ او الاكس اور دي عباره عن ايه؟ ان الجهاز بتاعي مثلا بيقول انا 10، يعني خلينا كده نفتح حاجه زي النوت باد بلس بلس،
ودي من التولز المهمة جدا اللي انا نوهت ان لازم اي حد بيشتغل في مجال الشبكات يبقى عارف يشتغل عليها بشكل كويس. هي في الاول والاخر هي تكست اديتور، ولكن يعني فيها فيتشرز جميلة جدا مع الوقت هتظهر او هتتجلى المميزات اللي موجودة فيها. المهم دلوقتي انا مثلا عندي الجهاز ده 10 واحد واحد 100، والسب ماسك بتاعي 255 255 255 دوت صفر. دلوقتي اللي هيحصل ايه؟ الجهاز اللي اسمه 10 واحد واحد 100 دوت عايز يكلم الجهاز اللي مثلا الاي بي ادرس بتاعه 10 واحد واحد 200، والماسك بتاع الجهاز دوت 255 255 255 دوت صفر. طيب جهاز 100 عايز يكلم جهاز 200، فجهاز 100 عايز يعرف هل 200 اللي هو عايز يكلمه معاه في نفس الشبكه ولا لا. لو معاه في نفس الشبكه هيبعت ارب ريكويست ليه جوه الشبكه، بيسال فيها يا جماعه اللي عنده الاي بي ادرس اللي هو 10.1.1.200 من فضلكم يرد عليا. لو 10.1.1.200 فعلا موجود في الشبكه دي هيلاقي ان في ارب جاي، والارب ريكويست دوت بيسال على 10.1.1.200 فهيرد على الراجل اللي بيسال عليه. طب لو 10.1.1.100 عمل البحث بتاعه ولقى ان 10.1.200 بره الشبكه بتاعته هيعمل ايه؟ ساعتها 10.1.1.100 لازم يكلم حاجه اسمها الجيت واي. يبقى هنا انا كده عرفت معلومه مهمه جدا، هو انا امتى الجهاز بتاعي بيبعت البيانات للجيت واي؟ لما الجهاز يكون عايز يكلم ديستنيشن، وبدلاله السبنت ماسك اللي موجوده على الجهاز ده اما عمل البحث بتاعه لقى ان الديستنيشن دي مش بتتشارك معاه نفس النتورك اي دي. ساعتها الجهاز بدل ما هيبعت ارب ريكويست بيسال على الجهاز اللي اي بي وكذا موجود فين يا جماعه في نفس اللان اللي انا موجود فيها، هيكلم الجيت واي ويقول لها لو سمحت يا جيت واي انا عملت البحث بتاعي ولقيت ان الديستنيشن دي خارج الشبكه بتاعتي، فمن فضلك وصليني بالديستنيشن دي، عن طريق ان هو هيبعت ان السورس 10.1.1.100 عايز يكلم 4 8 مثلا. بس بدل ما هيروح يدور على ماك ادرس 4 8 دوت مين، هيحط الماك ادرس بتاع الجيت واي. طيب انا هنا قلت حبه كلام كده كتير جدا، قلت ارب، قلت ماك ادرس، قلت جيت واي، قلت سبنت ماسك. المفروض ان احنا في النقطه اللي احنا واصلين فيها دلوقتي كل الكلام ده نكون احنا فاميليار بيه، فعرفوني يعني لو في اي حاجه من دي مش واضحه. بس احنا طبعا عارفين على سبيل المثال ان الارب ده اختصار لحاجه اسمها ادرس ريزولوشن بروتوكول، وعارفين ان الماك ادرس دوت هو عباره عن 48 بت ادرس فورمات ريتن او مكتوبه باي هيكسا ديسيمال، هدفها ان هي تعرف الاجهزه اللي موجوده في نفس اللوكال اريا نتورك، لان السويتش بيعمل قرار الفورواردنج بتاعه او قرار تمرير البيانات بين البورتس المختلفه بدلاله الماك ادرس. انا اعرف ان في حاجه اسمها اي بي ادرس، الاي بي ادرس دوت بقدر ان انا اتكلم بيه from application to application، from router to router، من شبكه للتانية. الاوبريتنج سيستم بيتكلموا مع بعض بالاي بي ادرس، ولكن كارت النتورك اللي واصل على السويتش، السويتش ما يفهمش حاجه اسمها اي بي ادرس. السويتش بيفهم الماك ادرس بتاع كارت النتورك اللي واصل في البورت الفلاني. فالسويتش لما بيجي له الريكوست من جهاز عايز يكلم جهاز، هو ما بيشوفش اي بي كام عايز يكلم اي بي ادرس كام، هو بيشوف ظرف كبير، الظرف ده اسمه الفريم، وجوه الظرف او في الظرف اللي اسمه فريم ده بيكون فيه معلومتين السويتش بيستخدمهم ليس الا، معلومه اسمها السورس ماك ادرس ومعلومه اسمها الديستنيشن ماك ادرس. السورس ماك ادرس دوت هو عنوان الماك ادرس بتاع الجهاز اللي بعت البيانات، والديستنيشن ماك ادرس هو عنوان الماك ادرس بتاع الجهاز اللي انا عايز اكلمه. طب ليه المعلومتين دول مهمين؟ لان السويتش ما بيقدرش يقرا الباكت، ما بيقدرش يعرف اي بي ادرس كام محتاج يكلم اي بي ادرس كام. طب ايه اسباب كده؟ والله هي اسباب تقنيه وفنيه.
كان زمان في انواع شبكات بتعتمد في الكوميونيكيشن من اوبريتنج سيستم لاوبريتنج سيستم على الماك ادرس، ولكن ابحاث قالت ان هي ما كانتش فليكسيبل، ما كانتش مناسبه، ما كانتش سكيلابل، ايا كان السبب ايه، بس انتهت الشبكات دي وبقت دلوقتي الاوبريتنج سيستمز او نظم التشغيل بتكلم بعضها باستخدام الاي بي ادرس. انا عارف ان في ناس كتير جدا ممكن يكونوا دلوقتي متلخبطين وهيقفلوا الفيديو والكلام ده، فيعني لو ما فهمتونيش خلونا نوضحها كمان مره، لو فهمتوني نطوا مثلا دقيقتين ولا حاجه مفيش مشكله. احنا دلوقتي بنتكلم في سويتش، فدايما تلاقي في الشرح بتاع سويتشنج يقول لك السويتش يفهم ماك او السويتش بيفهم ماك ادرس والراوتر بيفهم اي بي ادرس. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ بص يا جماعه، السويتش ده جهاز بيشتغل في لاير 2. ما معنى ان السويتش بيشتغل في لاير 2؟ يعني هو الانجن او المحرك بتاع صنع القرار بتاع الجهاز ده يقدر يكلم الجهاز ده ازاي بتعتمد على اللاير 2 انفورميشن، بيعتمد على ان هو يقرا حاجه اسمها الفريم، ومن الفريم دي يستخلص معلومتين، السورس ماك والديستنيشن ماك. طب لو حاول يشغل دماغه شويه ويفتح حاجه اسمها الاي بي باكيت، لا هيضيع، مش هيقدر يعمل عمليه السويتشنج بفاعليه، ومش هيقدر يعتمد على هذه المعلومات ان هو ياخد قرار سليم. هتبقى بالنسبه له كانك بتتكلم في خيال علمي. وكمان خلينا نقول ان البروسيسنج بتاعه او المعالجه بتاعته مش مؤهله ان هي تحول الاي بي ادرس للصيغه الباينري وتربط الباينري دوت بانترفيس نمبر وتعمل قرار الترانزيشن او قرار السويتشنج بناء عليه. فالسويتش كجهاز بيشتغل في الليفل بتاع ايه؟ بتاع اللاير 2 فريم اللي هو فيه قلنا ايه؟ سورس ادرس وماك ادرس. طيب ما معنى ذلك؟ ان لو جهازين مع بعض بيتكلموا في نفس اللان، كروت النتورك بتاعتهم بتتكلم مع بعض باستخدام الماك ادرس. طيب وصلنا لحد كروت النتورك والفريم اللي جواه الباكت وصل للديستنيشن. كارت النتورك او النتورك انترفيس كارد بيجيت ريد اوف الفريم، يعني بيفك كده الفريم بيرميه على جنب ويطلع الباكت، ياخد الباكت ويوديها بقى للنتورك انجن او الاي بي ادرس انجن او اللاير 3 انجن، محرك اللاير 3 اللي موجود على الجهاز اللي انا عايز اكلمه. اللاير 3 انجن يشوف الاي بي ادرس اللي عايز يكلمه دوت مين، وانا فعلا عندي الاي بي ادرس المطلوب في الباكت، هيفتح الباكت يلاقي جواها السيجمنت او الداتا جرام، هيفتح السيجمنت او الداتا جرام هيطلع منها الداتا، في الاخر هيعمل الداتا دي بقى انكودنج مش عارف ايه الكلام ده كله، وهي في الاخر هتظهر عندي البيانات بالفورمات اللي انا متخيله. فالماك ادرس بستخدمه في الكوميونيكيشن مع اللاب. طيب دلوقتي بقى لما بيجي الجهاز دوت يكلم الجهاز دوت، السويتش ازاي هيودي البيانات للجهاز ده مش اي جهاز تاني في الشبكه، مع ان المعلومه اللي طالعه من الجهاز اللي هو 10.1.1.100 عايز اتكلم 10.1.1.200 عن طريق ان 10.1.1.100 بيبعت حاجه اسمها ار بريكويست، بيقول فيها يا جماعه اي اوبريتنج سيستم موجود في الشبكه بتاعتي عليه كونفيجرد الاي بي ادرس ده، من فضلكم يرد عليا بالماك ادرس بتاعه عشان انا احط الماك ادرس ده في الفريم اللي انا عايز ابعت له فيه البيانات. بس هذا هو الموضوع بمنتهى البساطه، بيتبعت حاجه اسمها ARP request وبيترد عليه بحاجه اسمها ARP reply. بعد كده الجهاز اللي كان عايز يبعت البيانات بيتكون عنده او بيتبنى عنده في الجهاز حاجه اسمها الارب انفورميشن اللي بيكون موجود فيها الديستنيشن ادرس اللي انا عايز اكلمه والماك ادرس. بعدها الجهاز ده لما هيحب يكلم الديستنيشن دي في اي وقت هيستخدم او هيحط الماك ادرس بتاعها اللي هو اتعلمه از ديستنيشن ماك في الفريم، والكوميونيكيشن في النتورك تتم بشكل طبيعي. فاتمنى ان المعلومه دي كده تكون واضحه فيما يتعلق بالارب والماك ادرس. انا عارف احنا بنتكلم في منهج عملي، ولكن يعني كل الكلام دوت في الاخر ايه، التكرار بيعلم جدا وبيوضح الفكره. قلنا بقى ما هي وظيفه الجيت واي، ان الجهاز ده لما يجي يفكر يتكلم مع الجهاز ده لو لقاه في نفس الرينج هيبعت ارب بيسال عن الاي بي ادرس او الماك ادرس اسف بتاع الجهاز ده.
طب ما لو ما لقاهوش معاه في نفس الرينج هيبعت الارب ريكويست يسأل عن ماك ادرس الجيت واي، او خلينا نقول ان هو لما هيبعت بقى الفريم بدل ما هيحط فيه ديستنيشن ماك ادرس للجهاز اللي هو عايز يكلمه هيحط ديستنيشن ماك ادرس الجيت واي، والجيت واي دي بما انها راوتر ففيها راوتينج تيبل فممكن تقدر ان هي تعرف الديستنيشن دي يطرح لها ازاي. السبنت ماسك هي الحاجه اللي احنا بنعمل على اساسها الايفالويشن او التقييم، هو الديستنيشن دي معايا في نفس اللان ولا مش معايا في نفس اللان. طب خلونا كده نبص مع بعض دلوقتي ما هي التقييم، كيف يحدث التقييم ان 10 واحد واحد 200 معايا في نفس الشبكه ولا لا. اللي بيحصل عمليه بيسموها اكس اور او بيسموها الاندنج. عمليه الاكس اور ببساطه او الاكس اور دي بيبقى ده الرمز بتاعها، هي دي السيمبل او علامه الاكس اور. فكره الاكس اور ايه؟ ان انا لو عندي صفر قصاده صفر بينزل عندي صفر. طيب لو واحد قصاده واحد بينزل عندي واحد. لو صفر قصاده صفر أو واحد بينزل صفر. لو واحد قصاده صفر هي بينزل صفر. فدي فكرة الإكس أور. الصفر والصفر بصفر، الواحد والواحد بواحد. الصفر والواحد بصفر، الواحد والصفر بصفر. بيحصل عملية اللي هي التباديل والتوافيق ديت هي بهذا المعنى. طب هو الأول طرف ده منين؟ وتاني طرف ده منين؟ والناتج اللي بناء عليهم ده منين؟ ملناش دعوه دلوقتي بالناتج، خلونا نتكلم هو اول طرف دوت اللي هو الرو اللي فوق او الصف اللي فوق ده جه منين، وتاني صف دوت جه منين. بص يا جماعه احنا عارفين الاي بي ادرس ده مكتوب بنظام اللي هو اصلا المفروض باينري، والباينري دي حصل لها انكودنج لطريقه اسمها دوت ديسيمال. يعني ايه؟ يعني لو مثلا لو جيت بصيت على العشرة دي، العشرة دي اصلها بالباينري. لو انا بس رجعت الباينري معاكم هنلاقي ان احنا يعني وفي الحاله دي انا هضطر ان انا اعتمد على الاكسل لان الاكسل هيوضح المعلومه بشكل افضل. انا خط الباينري عندي لو هجيبه من الاول للاخر هيكون عندي 1 2 4 8 16 32 64 وهزود كمان 128. دول كام بت؟ دول البيت الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن. مجموع دول بالنسبه لي كام؟ لما لو انا جمعتهم هيكون مجموعهم 255، وهو ده اصلا الماكسيمم فاليو اللي انت ممكن تشوفها في الاوكتت الواحد من الاي بي ادرس. احنا عارفين الاي بي ادرس بيكون اوكتت واوكتت بعد كده دوت اوكتت ثاني بعد كده دوت اوكتت ثاني ثالث بعد كده دوت اوكتت رابع. انا عارف ان هو ده المنظر بتاع الاي بي ادرس، بيكون مثلا 10.1.1.1 ده كده اوكتت واوكتت واوكتت واوكتت. ماكسيمم الاحتمالات اللي ممكن تكون موجوده جوه الاوكتت دوت 255، ده الرقم الديسيمال الرقم العشري الاقصى اللي ممكن يكون جوه الاوكتت الواحد. طب ده ليه؟ لان كل اوكتت من دول عباره عن 8 خانات، كل خانه تحتمل الصفر او الواحد. فلو كانت الخانه دي بدل ما هي واحد مثلا كانت بصفر، ساعتها مجموع دول بالنسبه لي انا ساعتها كده هقول ايه؟ هقول مجموع دولت هيكون 128 و64 و32 و16 و8 و4 و2، وبما ان قصاد الواحد بصفر يبقى انا مش هجمع الواحد. فساعتها اصبحت النتيجه 254. لو كان عندي مثلا صفر واحد واحد وهنا قدام الواحد دوت اللي هو مكافئ للثمانية كان بصفر، فهنا الصفر الثمانية مش هتتحسب هيبقى الرقم عندي 246. طب هي العشرة دي أصلها إيه؟ العشرة دي أصلها تمانية، واحد قصاد التمانية وواحد قصاد الاتنين والباقي كله عندي موجود صفر 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 صفر. ده مجموع دوت بمعنى أصح هو هيبقى عندي اتنين وهيبقى عندي تمانية، ده اللي مجموع هيشكل عندي رقم العشرة. فاحنا كده شفنا خط الاعداد الباينري وفهمنا هو ليه الماكسيمم المفروض 255. المهم دلوقتي انا هحط كده الخط ده كده فوق، هو ده المعيار بتاعي اللي مش هلعب فيه دلوقتي، وهروح جاي قايل دلوقتي انا خلونا كده نحلل الدنيا ماشيه ازاي. انا عندي كده هنا 10
قصادها 255. ال 255 دي اصلها كام يا جماعه؟ اصلها 1 1 1 1 1 1 1. احنا عارفين هذه المعلومه. طب وال 10 اصلها كام؟ ال 10 اصلها 0 1 0 1 0 0 0 0. هل في اي اعتراض على الكلام ده؟ ما اعتقدش. تاني، ليه قلت ال 255 اربع ثمانيات؟ لان انا عندي 8 بت جوه كل اوكتت، وكل اوكتت بيكون فيه 8 بت، يعني بيكون فيه 8 خانات، كل خانه تقبل الصفر وتقبل الواحد. فلو حطيت واحد من اليمين، اول واحد من اليمين هيكافئ رقم واحد. طب لو حطيت جنبه واحد كمان هيكافئ في ترتيب الاعداد في البيتس دي 2. طب لو حطيت كل صفار وحطيت يعني اصفار وجيت في تامن خانه على الشمال وحطيت واحد، هتكافئ 128، مش هتكافئ واحد. مكان البت الصفر او الواحد هيفرق في الاجمالي بتاع الرقم بتاعي. فلما اجي اقول 10 هلاقي ان 10 احتمالها الوحيد اللي ممكن يكون موجود في خط الاعداد ان هي 8 زائد 2. ما تنفعش 8 زائد 1، لسه ناقص معايا 1. ما تنفعش 4 زائد 2 زائد 1. هي يا 8 ب 8 او ب 2. عمرك ما هتلاقي في الطريقة دي نفس الرقم بيجي باحتمالين او بترتيبتين مختلفتين، ما بتحصلش خالص. المهم ان انا هنا دلوقتي العشرة اتنين وواحد، هعمل بقى عملية ايه؟ عملية الاكسور اللي انا كنت بقول لكم عليها، اللي هي مبدأها بسيط جدا. الواحد بصفر بصفر، الواحد بواحد بواحد، الصفر واحد بصفر، هي ما واحد بصفر وصفر بصفر، وطبعا الصفر والصفر بكام؟ بصفر. فدلوقتي واحد بصفر، واحد وصفر بكام؟ بصفر. واحد واحد بواحد، واحد وصفر بصفر، واحد وواحد بواحد، واحد وصفر بصفر وبصفر وبصفر وبصفر. الإجمالي اللي هنا هيبقى كام؟ هيبقى 10 زي ما كان باين هنا، يعني زي ما دخل 10 ده كده اللي هي مكافئ لرقم العشرة، وده كان مكافئ ل 55. زي ما دخل 10 زي ما طلع 10. فده معناها ان الاي بي ادرس او عمليه الاندنج لاول اوكتت كانت ب 10. طب تاني اوكتت بكام؟ بواحد. مكافئ لكام في الصمنت ماسك ال 255 الثانيه من الشمال؟ فعشان ما نعيدش الكلام وجربوا تعملوها لوحدكم، هتلاقوا ان ال 255 8 وحيد. طب والواحد؟ واحد والباقي صفار. اعمل نفس العملية هتلاقي ان الناتج النهائي بواحد. طب الاوكتت الثالث اللي هو واحد مكافئ للاوكتت الثالث في سمن ماسك بواحد. طب اخيرا المية قصاد الصفر. الصفر بثمان اصفار. ده هيحل محل مين يا جماعة؟ هيحل محل دي. احط هنا صفر مرة. بقى ده كده المكافئ للصفر. ولو حطيت قصاده 100، صفر مع اي حاجه، صفر مع نفسه او صفر مع واحد، هيطلع في الاخر الفاليو النهائيه كلها برضو اصفار. فمعنى كده ان النتيجه بتاعت اخر اوكتت ديت او نتيجه الاوكتت دوت هتبقى بصفر. فكده انا عملت اندنج لمين؟ عملت اندنج للسورس، الراجل اللي عايز يبعت سال نفسه سؤال، هو انا ايه النتورك اي دي بتاعي؟ طلع النتورك اي دي باستخدام علامه الاندنج. يبقى يا جماعه اللي طالع ده اسمه النتورك اي دي. هيعمل ايه تاني؟ هيشوف بقى الديستنيشن اللي هو عايز يكلمها، وهيطبقها بالسبنت ماسك بتاع السورس بتاعي برضه. فهيعمل نفس العمليه، لو الناتج طلع نفس النتورك اي دي بتاعي اللي هو 10 1 1 0، يبقى قضي الامر، الراجل ده معايا في نفس الشبكه، وهكلمه عن طريق ان انا ابعت ارب ريكويست اسال عن الماك ادرس بتاع الاي بي بتاعه تحديدا. ليه بشهد على هذه المعلومه؟ عشان ما اقولش ان انا عايز اكلم جوجل في حد يقول لي هبعت ارب ريكويست اسال على الماك ادرس بتاع جوجل. لا، انا لو بكلم ديستنيشن مش بتتشارك معايا نفس النتورك اي دي، يبقى هبعت
الارب ريكويست بسال عنك ادرس الجيت واي لو انا ما اعرفوش. فاتمنى دي تكون واضحه. محتاجين نعرف ايه تاني لحد هنا كده؟ ما افتكرش ان في حاجه تانيه ممكن تبقى عايز تعرفها. اتكلمنا عن الارب، انك ادرس الاي بي ادرس كده كبساطه، ايه هي الفيلدز اللي بيكونسيست عليها. وخلينا نتكلم ان ده مش كورس يعني، او مش بنشرح السكوب بتاع او كل اللي محتاجين نشرحه عشان السي ايه، احنا بنراجع تمهيدا للعمل. فلحد هنا كده افتكر ده يكونكلود او ينهي الفيديو دوت. نتقابل مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي. المهم دلوقتي بس الخلاصه النهائيه، ان انا دلوقتي لو رحت على اي جهاز من دول واتاكدت ان انا هدي له اي بي ادرس في نفس الرينج دوت، هيقدر يتكلم مع اللابتوب اللي اسمه زيرو. يعني على سبيل المثال دلوقتي كده، لو رحت على الجهاز ده واديته اي بي ادرس مثلا 200، فدلوقتي هروح كده على الجهاز دوت كونفيجريشن ديسكتوب اي بي كونفيجريشن 10.11.200 وسبنت ماسك 3.255 وصفر، وهروح جاي دلوقتي كده واقف هنا على اللابتوب دوت وبنج عليه، اسف، اوكي في هزار شويه. يعني لسبب ما الجهاز، خلونا كده نحاول ان احنا تمام. هبنج على 10.11.200، هلاقي دلوقتي ان البنج، معلش بس هو البورت لسه بيقوم. هلاقي دلوقتي كده شايفين، زي ما انتم شايفين معايا البنج بيرد او الجهاز ده بيريبلاي. وفي اوبشن جميل جدا في الباك تريسر بقى يوضح لك الكلام اللي انا بقوله. في عندك مود اسمه مود السيميوليشن، لو انت فتحته كده وفي مود السيميوليشن اظهرت ما يعرف باسم الايفنت ليست، فانا هعمل بس كده فيو، هتلاقي هنا السيميوليشن مود. خلونا كده نبص عليها مع بعض، فيو تول بار زوم سيميوليشن مود. طيب